استقلال بلد المليون ونصف مليون شهيد، واستقلال الجزائر الحبيبة 52 ليس مثل أي عيد في عاصمة الهضاب الصيف العالي، أين تزامن هذا الموعد الهام بالنسبة للجزائريين مع إقامة حفل تكريم على شرف رياضي مدينة الصيف، ويتقدمهم نجم النجوم. ثم وسام الاستحقاق الرياضي الصيفي من طرف سلطات ولاية سطيف والمجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف. هنيئا لابن الجزائر البار ابن سطيف التي أنجبت العمالقة عقب كل الأزمان عبد المؤمن جابوا، وتحية لسكان حي حيوي اللي راهم حاضرين بقوة. يتسلم عبد المؤمن جابو وسام المدينة وسام يعني واش درنا، يعني ما جاش هكذا بالسهل، تعبنا وخدمنا خدمنا بزاف، نظن باللي الخدمه تاعنا يعني والتعب تاعنا ما راحش هكذا. الحمد لله يا ربي اللي قدرنا نفرحوا الشعب الجزائري، وهذاك هو الصح. يعني شفنا بعد الفوز تاعنا مع كوريا حتى بات تاعنا الدور الثاني، شفنا يعني كنا نتبعوا في كلش، كنا نتفرجوا واش كاين واش راهو صاري هنا في بلادنا، الناس فرحت وهذاك هو الاوبجيكتيف تاعنا احنا، والحمد لله اللي حققنا يعني الحاجه اللي كانوا متمنينها الشعب الجزائري حققنا. كاين اتصالات ان شاء الله مش وقتهم، بعد الفرحه نتكلموا ان شاء الله. اولا اول مناسبه، ما احلى مناسبه 5 جويلية عيد الاستقلال وعيد الشباب، كانت فرحه كبيره اولا بهذا العيد، وثانيا كذلك باستقبال اللاعب الجزائري جابو اللي كان تميز باللعب وفنيات وفي المقابلات اللي لعبها للفريق الوطني. هذا شرف اولا للكره الجزائريه وشرف كذلك للكره الصيفيه، ما فائده ان تخلق وتعطي اللاعبين الكبار من طراز جابو، وان شاء الله في المستقبل عنده امكانيه باش يتالق اكثر من هذا. اكيد كوالي لولايه الصيف يكون عندك احساس خاص لما يكون احد مواطني الولايه تاعك من صانعي افراح الجزائر ككل. طبعا يكون فيه يعني فرحتين، اولا يكون جزائري، وكان اكثر من هذا يكون من سطيف. واليوم ان شاء الله شفنا اليوم اولا جابو اللي كان حضر وكان تالق في المقابلات اللي لعبها في كاس العالم، كذلك كان عندنا فرصه باش نكرموا الابطال الملاكمه اللي تالقوا كذلك على المستوى الافريقي، وهذا شيء جيد جدا. كانوا تقريبا خمس ملاكمين من الفريق الوطني من ولايه الصيف، هذا يدل على ان الرياضه يعني في حالها جيده على مستوى الصيف. جابوا عبد المؤمن انك تتكرم يعني من سلطات ولايه الصيف باكملها، وانت امام المسؤول على مستوى الولايه واش تقول تكريم مباشره بعد؟ نقول لهم يعطيكم الصحه اللي تفكرتوني، يعطيكم الصحه اللي درتوا لي يعني الاستقبال الكبير هذا قدام ناس يعني ناس الصيف وناس ناس ولايتي، يعطيكم الصحة. وهذه حاجة كما قلت لك ماهيش جديدة علينا، يعطيك الصحة سيدي الوالي. لازم يكون جابو يعني مثال وقدوة لكل الشباب باش يتخذوا بنفس الطريقة تاعو، ونفس أولا حسن الأخلاق وكذلك طيبة المعاملة في الرياضيين وكذلك خارج الملعب. بالنسبه لكم يعني هذا هو المثال للشاب الجزائري الناجح في عيد الاستقلال والشباب؟ انا اظن هو المثال للاعب ناجح، ولازم قلت لك كل الشباب يكون لهم قدوه في مسيره تاعهم باش يكون يعني مثال يقتدى به. اكيد جابوا مسؤوليه كبيره بعد كلمه سيد الوالي. بيان سي، يعني المسؤول الاول على الولايه يعني يتكلم عليك كلام كيما هذا، نقول له حاجه تشرفني بزاف. ان شاء الله كما قال لك اولادنا يعني اولاد ولايتي ان شاء الله يهزوا مني غير الحوايج المليح ان شاء الله، وربما غير مليح ان شاء الله. مازال فرصه ان شاء الله لكوب دافريك ان شاء الله. ان شاء الله اليوم عظيم، اليوم 5 جوليا يعني يوم عظيم لكل الشعب الجزائري،
وجاء في شهر رمضان الكريم، ونقول صحة رمضان كل الأمة الإسلامية بصفة عامة والشعب الجزائري بصفة خاصة. جابو يعني يعتبر من بين نقول سيتوين بيرت تاع مدينة سطيف، مدينة سطيف اللي تعرف عدة يعني نجوم، يعني لي ماتام لي كوسيم. سطيف مدينة رياضية ونجبت يعني جابت رجال عظماء، واليوم يعني في 2014 عندنا جابو ولد حي طنجة، يعني يوم حي يحيوي يعني اللي نتشرفوا به كل الشعب الجزائري نتشرفوا به. وحنا كعمدة مدينة سطيف وبلدي سطيف بالطبع من الواجب تاعنا اننا نكرموا ونعطيوا الشخصية هذه الرياضية اللي هو جابو يعني المكانة تاعو اللي يستاهلها. مع المونديال ونظن جابوها الاولاد في 2014. بارك الله في الفريق الوطني اللي راه يعني كما يقولوا جدد نفسه بابطال اخرين، وهذا السنه يعني حاجه يعني عندها مذاق خاص. وعلاش يعني عاودنا 32 سنه، زدنا تلاقينا مع العملاق الالماني ونقدروا تغلبنا عليه، تغلبنا عليه خضروا عليه، ماركينا له هدف الاول وما قبلوش الحاكم. كل صح مانيش شوفها، انا نظن باللي بالنسبه للفرق القويه اللي كانت بالنسبه لفرنسا تقدم لها بكثير كثير كثير. الان نقدر نقول الجزائر قد تفتخر انك خسرت صح ان خرجت من المونديال، لكن ربحت فريق كبير كبير وفريق متواضع، فريق يعني كله يعني فنيات مهارات وطنيه. اذا انا مبسوط ماشي بالاغنيه تاعي، مبسوط من المكسب تاع الجزائر. رغم ذلك يعني في الاغنيه يعني عندها دور في التحفيز، ومنها يعني اغنيه جيبوها يا الاولاد تبقى خاصه يعني في تاريخ الاغنيه الرياضيه الجزائريه. لا الاغنيه ستان اكومبانيمون يعني مكمله يعني الفرجه، بدون يعني فرجه في الميدان وما تكونش فرجه في المدرجات. انا عملت الا الدور تاعي كفنان، لكن ما نبقاش تاكل عليها رقد عليها الاغنيه هذه. يعني نقول بارك الله للابطال يعني 82 ومازالهم يعني يجدوا، يعني الفريق الوطني هو اللي راح يحيي فيها، بدهم يربح يا تحيا. كما ذاك الشيخ تاع البرازيل قالوا هي تربح واحنا قاعدين هنا. حلو هذاك هم يدروا عليه اغنيه هذاك نحييه لا راه يشوف فيه، نقولوا بارك الله فيك، قلت كلمه شعبيه ممتازه تبقى خالده ان شاء الله. بارك الله فيكم، الجزائر ان شاء الله تبقى كلها افراح. والحمد لله اللي خلت الرياضه يعني تلم الشمل تاع هذا البلد الشاسع والوافع والنفع والشاسع اللي 70 او 60 حزب اللي عندنا في الجزائر ما قدروش يلموا، يعني سامحيني كمشه من البشر. اذا تحيه للفريق الوطني، تحيه اللي راهم وراء الفريق الوطني، تحيه للبلد اللي كل وراء هذا الفريق الوطني. اني نهضر بالانفعال فهم عليش، يعني الفريق الوطني اعطانا يعني اللي الناس اخرين ما عطاهناش. ولا بارك الله فيكم. انت في مدينه سطيف يعني بكل صراحه يعني كان فريق الوطني في القمه، وشرف الجزائر يعني احسن تشريف، واللاعبين يعني ادوا ما عليهم وفرحوا الشعب الجزائري، يعني نشكرهم جزيل الشكر، وان شاء الله في المستقبل يزيدوا يفرحوا الشعب اكثر واكثر. اول لاعب سطيف يشارك في المونديال هو عبد المؤمن جابو، انت تعرفه مليح، احكي لنا حكايتك معاه من قبل، يعني في الاصناف الصغرى لوفاق سطيف قبل ما نحكيوا على مردوده في المونديال. يعني بكل صراحه اللاعب جابو يعني غني عن التعريف من الصغر، يعني من بدايه مشواره يعني في الفئات الصغرى كان لاعب تقني يعني ممتاز، ويمتاز بالمراوغات وفنيات عاليه،
وعنده مستقبل كبير. يعني أنا نتمنى إن شاء الله يكون يعني يمشي يعني الفريق يعني يكون محترف ويؤدي يعني واجب أكثر وأحسن من ما راه يؤدي فيه. لما كان صغير يعني انت كنت تتوقع له ديال المشوار هذا كمدرب تاعو في الاصناف الاشبال والاصغر تاعو في قسطيف؟ نعم يعني بكل صراحه كان يعني لاعب يعني ستنجوار دوي من الصغر تاعو، يعني كان يعني خارق العاده، عنده فنيات عاليه وتشوف يعني يمتاز على يعني اصدقائه يعني بشيء كثير في فنياته وفي يعني لا فيزيون دو جو تاعو، يعني كان لاعب يعني متميز. كيف تقيم المونديال اللي داروا يعني خاصة في المقابلات الثلاثة اللي لعبهم يعني أمام كوريا الجنوبية أمام روسيا وأمام ألمانيا؟ يعني لاعب كبير يعني وعنده مستقبل كبير، ويعني ما كانتش له الفرصة يعني باش لعبوا المدرب يعني كما نقولوا المقابلات كاملين، وشرفنا يعني وشرف الكرة الجزائرية بفنيات وعنده مستوى عالي. يعني كمال ما بقاش يعني بعد المونديال هذا ما بقاش غيظاتك تاع مونديال 90 اللي ما تأهلتوش مع مصر، يعني خاصة أنه جيلكم اديتوا كلش في الفريق الوطني، يعني نلتوا اللقب الوحيد كأس الإفريقية الكأس الأفرو أسيوية، ولكن المونديال يعني نعرفوا قضية مقابلة تاع الجزائر ومصر، ديما تبقى ناقصتكم حاجة في الجيل تاعكم؟ إيه هو هي يعني الأمنية الكبيرة للاعب هي المونديال، واللاعب اللي ما يلعبش يعني أو نيفو وما يلعبش يعني مباراة دولية كبيرة تغيظ نفسه يعني. وكان عندنا يعني شرف باش لا جينيراسيون هذه اللي شرفتنا يعني شريف كبير، والحمد لله يعني كل واحد يده مكتوب وبرك ما كتبتش. يعني هذا المونديال اللي نحن في مصر كانت ظروف أخرى وكان كان تمثيل آخر. السلام عليكم، صحة طولكم وصحة رمضانكم. أولا كما الفريق الوطني اللي حقق النتيجة تاريخية في عبور الدور الثاني في كأس العالم بالبرازيل، احنا المقابلة الأولى مع بلجيكا كنا في المنافسة كأس إفريقيا بجنوب إفريقيا، يعني للأسف ما تبعناش المقابلة الأولى والثانية، والحمد لله عشنا الفرحة تاع مقابلة تاع روسيا والمقابلة التاريخية اللي أجراوها مع ألمانيا، والحمد لله هما شرفوا الجزائر في كرة القدم وحنا شرفنا الجزائر في رياضة الملاكمة. وصحة رمضانكم. جابو سي معكم بون نقول لك وانت ميسي يا جابو وانت ميسي.